مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين في برنامجنا صباحك عندنا، وهيكون منورنا النهارده استاذه مروه رأفت مفسره الاحلام والمعالجه الروحانيه بالقران الكريم. بنرحب بحضرتك، اهلا بيكي يا اهلا هشام، بيكي منورانا النهارده، نورة وكمان بيكي. بنرحب بسندس محروس في فقره المحاور الصغير. اهلا بيكي يا سندس، صباح اهلا الخير بيكي يا عليكي، رشا. اتفضلي. صباح الخير استاذه مروه صباح رأفت، النور، المعالجه الروحانيه بالقران الكريم. اهلا بيكي هاتي. كنا حابين نسالك شويه اسئله بس بعد ما رشا خلص مع حضرتك تمام، الحوار. هي يعني سندس النهارده حاضر، موجوده معانا في فقره المحاور الصغير كشابه من الشباب، فهتسالك شويه اسئله ليها تمام علاقه بمجال المعالجه الروحانيه. تمام طبعا هاتي. حضرتك منورانا النهارده، وفي البدايه كده عاوزين نبدا على الصبح ازاي نطرد الطاقه السلبيه من البيت. اول اللهم صل وسلم وبارك عليه على افضل سيدنا الصلاه محمد والسلام. وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. عليه الصلاه والسلام. نبدا كلامنا. ازاي نحصن نفسنا من البيت؟ الطاقه السلبيه يعني الجن، يعني الشيطان، الحاجات اللي هي مش حلوه اللي احنا مش بنشوفها، بس هي في العلم بقى والكتب بيقولوا عليها دلوقتي طاقه سلبيه. نحصن نفسنا قراءه القران في البيت على طول، نشغل الرقه الشرعيه، يجعل البيوت نخليها بيوت عطره بالبخور والحرمل والبني الذكر والعنبر والمسك، الحاجات دي جميله بتمنع اي شيطان، تبقى زي المساجد ريحتها حلوه وعطره، تبقى البيوت نظيفه مترتبه. مش ودي ده عامل اساسي ان نظافه البيت بتاثر في بتاثر، الطاقه لان لو في السلبيه. البيت اوكي، البيت مش نظيف او في اهمال مثلا من الست اللي بيتها، بتلاقي الشياطين بتخش. لو في شويه تراب بيقعدوا في شويه التراب، لا ننظف بيوتنا، ما يبقاش فيه عنكبوت، عنكبوت وحش يسكن فيه الجن والشياطين الحاجات الوحشه دي. تمام. فنحصن نفسنا ونحصن بيتنا بالحاجات دي. طيب احنا النهارده عاوزين نتكلم عن انواع السحر، ده سؤال توارد كتير من ناس كتير، فعاوزين نعرف ايه هو انواع السحر والتحصين منه، كيفية التحصين منه تمام كمان. تمام انواع السحر، في سحر التخيل، في سحر القلب، في سحر التفريق، لان بيقولوا في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضالين به من أدل باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علم بئس ما شر بانفسهم لو كانوا يعملون. ان لو كان الواحد يعلم ان هيتعمل له سحر كان يلتزم في الصلاه في القران والتزام في فعلا. الاوراد. فاوحى السحر في الانواع السحر دي كلها التفريق، ان الواحد هو ومراته بيبقى في تفرقه، واحده وصاحبتها في تفرقه فيتعمل لهم سحر، وواحد ممكن واهله وعيلته، ممكن اي حد مش بيحبه يقول لك اعمل سحر للولد ده عشان خاطر يتفرق عن عيلته عن اهله عن والدته عن اخواته، يبقى عايزه لشخصه هو بس. والسحر ده بقى موجود اللي هو سحر القلب دلوقتي، سحر سحر الجلد. القلب. فهم بيقولك لا ده سحر القلب يعني دي محبة، لا لا ده سحر تفريق. فمنهم سحر التخيل اللي هو تبقي قاعدة مثلا تعمل لشخص معين سحر، فيجيلك يبقى قاعد مرة شايفة التعبان ده وانتي مش شايفاه، لان هو بس اللي بيشوفه عشان هو بس اللي مأذي. طب هو بيشوفه ازاي؟ يعني ان بيشوفه على بتعمله هيئة سحر ايه؟ تخيل، تخيل. يتخيل زي سيدنا موسى لما كان واقف والسحر لما عمل العصايه لكذا تعبان وعملهم باشكال كتيره تعبان، وجه سيدنا موسى رمى ده العصايه ممكن بتاعته يؤدي لإيه بتفسير سحر القران. التخيل ده؟ بيؤدي للجنان، ان ممكن يبقى في شغله يتعمل. يعني انا عالجت واحده هي في سوهاج، وكان كل ما تخش تلاقي حاجات بتحصل لها في المكتب بتاعها وهي مش يعني محدش شايف غير الحاجات دي، تقولك تبقى حاطه في فازه هنا فيها تعابين وهي اصلا ما فيش فازه خالص فيها تعابين. واحد تاني يخش يلاقي كلب، انا شايف كلب هنا يا ناس شايف ما فيش كلب، فده اسمه سحر تخيل، يخليه يتجنن يطلع من دماغه كل حاجه مش حلوه. تمام. طيب احنا ممكن ناخد اسئله سندس. تمام اتفضلي يا اتفضلي. سندس. في ناس كتير بتحلم بالبيض، فتفسير حلم البيض ده ايه؟ البيض مش حلو، نكد، عندهم هم مشاكل. لو ماسك بقى كرتونه بيض بقى هو بحالها وجايبها ووقعت منه، خلاص الهم اللي عنده خلاص بيبتدي يتزاح. لكن لو بيضه بقى طازه، انت مثلا عندك مربيه فرخه ولقيتيها بيضه بيضه جديده كده، دي حلوه، دي حاجه خير جايه لك انت. طب لو انا دلوقتي عايزه اذاكر بس في حاجات في دماغي شغلاني شويه عن المذاكره او معطله نقرا تفكيري، تملي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذكرني، وتملي نقرا سوره ياسين، تمام، سوره الصفات، السور دي جميله قوي للمذاكره، سوره الشرح. لو انت عندك خنقه ومخنوقه مش قادره تذاكري قلم نشرح لك صدرك على طول تقعد تقرئيها. طيب نرجع للسؤال ده، معلش ليه جزء تاني. لو حد مثلا بيصلي ودايما في خلال ما هو ما بيصلي بيفكر في حاجات تانية، بيسرح مثلا في وبيفكر، شغله، هيكل ايه، هعمل ايه، هروح فين، ده ايه؟ استعيذ من الشيطان بصوت عالي، بصوت عالي وانا بصلي؟ وانت بتصلي طالما لوحديكي في البيت، لان البنت الست لها ان تصلي في بيتها،
فانت المفروض ما يبقى صوتنا، لا نعلي صوتنا طالما عندنا الوسواس ده، نعلي صوتنا في قراءه القران ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وانت معليه صوتك تمام على طول وتخشي في الصلاه، هتلاقيكي مش بتسرحي. لكن لو موطيه صوتك بقى وكده هتلاقيك عماله تسرحي، فكرت نسيتي البوتاجاز مطفي او مولع او في حاجه انت نازله تنزلي تعمليها وانت بتصلي. ده طبعا حرام، لازم نبقى واقفين لان بنصلي واقفين قدام ربنا، فلازم يبقى في خشوع وفي التزام. تمام. كان ليا سندس. طب في لو حد كان بيحفظ قران ووصل لجزء معين في القران، في واحده من قرايبه قالت له مثلا انت حفظت قران كويس من غير ما تقول اتحسد. بسم الله ما شاء الله، وبعدها بفتره كبيره جدا ما بقاش يقرا. طبعا ده اتحسد. طب ليه علاج؟ لان طبعا ليه علاج كتير، تحسين نتبخر بالبن الذكر والحرمل ويتكرق تمرس سوره كل والله احد، كل اعوذ برب الناس، كل اعوذ برب المعوذات. دي اصلا نزلت بعد موضوع الحسد والسحر، يتقع طول المعوذات على ميه وتتكرق 7 مرات. تمام. وسوره الزلزله من ضمنهم برده. كده خلصت اسئلتك؟ اه شكرا استاذه مروه. طيب في بقى سؤال اخير عاوزه اسالك فيه دلوقتي. قلتي لو السيدات بيصلوا في البيت معروف فهي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بصوت عالي. طيب لو مثلا في صلاه الجمعه راجل بيصلي في صلاه الجمعه ودايما بيجي له تخيلات، يعمل ايه؟ يستعيد بالله. صلاه الجمعه طبعا معروف انها بيصلوها في المسجد، قريب من دماغه قوي. اه يبقى يسمع الرقيه الشرعيه في ودانه على طول. يسمع الرقيه الشرعيه. اه يعني بدل ما يسمع اغاني بقى وكده، لا يسمع الرقيه الشرعيه على طول قبل ما يصلي، على قبل ما يخش في الصلاه يبقى حاطط مسك او عنبر، حاجات العطره الحلوه دي. تمام. بتخلي الشيطان بس في المخارج، يعني احط عند الاذن هنا، احط عند الانف، فاهماني؟ ضوافر ايدي، ضوافر رجلي. آه. وبعد كده اتوضى، هتبقى الحته اللي هي فيها ريحه المسك او العنبر. تمام. وابتدي صلاه، بتمنع الشيطان يقرب مني. تمام. طب في نهايه فقرتنا عاوزه حضرتك تقولي لكل المشاهدين نصايح للتحصين والحمايه من الطاقه السلبيه وكل الكلام ده. اقول لهم التزموا، يبقى في حب، يبقى في نقاء للاخوات لبعضيها وللصحاب، ويبقى في التزام بالصلوات وبالقران، التزام بالاوراد بتاعتنا اللي هي اذكار الصباح، لان بقى كتير ما يقولهاش دلوقتي. والقران تمام، يبقى في بيتنا ان شاء الله يبقى كل حاجه كويسه. نقرا المعوذات، نشغل سوره البقره، اللي بيقول لك البقره لو قرات في اليوم في البيت 40 21 يوم مستحيل الشيطان يخش فيه. البقره لو اتقرات في البيت 21 يوم مستحيل الشيطان يخش فيه. ان شاء الله. بشكرك جدا استاذة مروه، قدمت لنا نصايح كتير مفيده طبعا، وبشكرك جدا يا سندس. مشاهدينا فقرتي النهارده معاكم خلصت، وانتظروا الفقره الثانيه من برنامج صباحك عندنا في مطبخ رئيسه.